السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هذا الأسبوع هو التعرف على برنامج آخر من برامج مايكروسوفت أوفيس، وهو برنامج العروض التقنية PowerPoint، وهو برنامج خاص لعمل العروض باستخدام الشرائح. بعد فتح البرنامج تظهر لنا نافذة العمل اللي تتكون من قائمة فايل تطبيقات الأوامر وعنوان البرنامج واسم الافتراضي للمستند وهو Presentation 1، وهنا تظهر مساحة العمل اللي تبين لنا شريحة العمل، وهنا كتابة الملاحظات. في نهاية النافذة موجودة رقم الشريحة وعددها، نوع الشريحة المستخدمة، وطرق العرض، طرق العرض، ومن ثم تكبير وتصغير صفحة العرض. تبريد فايل اللي تتكون قائمة فايل منيو مستند جديد في حالة إنشاء مستند جديد، أوبن فتح مستند قديم مخزون، وسيف لخزن أي مستند لأول مرة أو خزن مستند تم تسميته، سيف أس لتسميته لأول مرة أو خزن المستند اللي موجود لدينا باسم آخر، برنت لطباعة العرض. وهنا تختم طباعة العرض بطريقتين، اللاندسكيب أو بورتريت يا أفقي أو عمودي، بريبير يهيئ ويجهز فيه وتعرض وفيه تعرض مواصفات الملف الموجود لدينا، سينت لإرسال العرض إلى سينت لإرسال العرض لجهة ثانية إيميل أو بلوتوث أو أي أو إلى قرص يتم إرسال العرض اللي موجود لدينا، Publish لنشر العرض على الإنترنت، وكلوز لغلق المستند. أما قائمة هوم تقريبا نفس اللي موجودة في برنامج الوورد اللي تم التعامل معها، اللي هي Clipboard، عمليات النسخ والقطع واللصق. هنا الشيء الجديد اللي هو السلايد اللي يتم فيه إدراج شريحة جديدة، وهناك أنواع من السلايدات اللي يتم اختيارها، فونت اللي يتعامل مع تنسيقات الكتابة كحجم مناط وغامق أو مائل إيتاليك تحت خط أندرلاين، فقرة الباراجراف اللي فيه يتم تقديم الفقرات وطريقة المحاضاة أنواعها يمين يسار أعلى وسط، والتباعد بين الأسطر، مسافات معقدة، إذن التعامل مع الفقرة الموجودة لدينا. الدراونج، فقرة الدراونج اللي يتم إدراج فيها الأشكال، وبعد إدراج الأشكال ترتيبها إلى الأمام أو للخلف وتحديد مكانها. إيديتنج اللي هي أيضا أخذناها في برنامج الوورد اللي تحتها عملية البحث فايند أو ريبليس اللي هي استبدال كلمة بكلمة أخرى أو فقرة أخرى، سيلكت لعملية الاختيار. هاي ما تحتوي قائمة الهوم. نيو سلايد اللي هي راح نتعامل عليها، اللي هي أساس عمل برنامج الباوربوينت، اللي هو تحديد شريحة جديدة ومن ثم اختيارها والتعامل مع قائمة انسرت، واللي تشبه القائمة الموجودة في برنامج الوورد وتتكون من تيبل اللي فيها يتم إدراج الجدول بحيث تثبت العمودي أو طبقة رسم،
image إضافة الصور تبويب الثاني لإضافة الصور أو إنشاء فوتو ألبوم أو سكرين شوت وبالإضافة هي إضافة كليبات. قائمة أو فقرة الإنستليشن اللي تشمل إدراج الأشكال أو سمارت أرت أو التشارت. طريقة إنشاء اللينك اللي تحتوي على الهايبر لينك والأكشن. تحديد تكست من خلال يتم إدراج مربعنا أو إضافة هوامش في جراند فوتو والاستخدام النص الفني وورد أرت أو ديت أند تايم تم إضافته على السلايد وترقيم الشرائح نمبر سلايد نمبر وسيمبل اللي هي إضافة رموز والأوبجكت أو عناصر. عندنا آخر شيء موجود اللي هو إدراج فيديو أو أوديو، وهذا الشيء اللي جديد اللي موجود ما موجود في برنامج الوورد اللي هي كيفية إضافة الشريحة فيديو أو صوت إلى الشريحة الموجودة لدينا. يتم الدخول من قائمة ستارت إلى برنامج الباوربوينت، فيتم فتح البرنامج من فقرة النيو سلايد. نلاحظ هناك أنواع متعددة للنيو سلايد، مثلا تايتل، كونسبت تايتل، يمكن أن تكون بشريحة عناوين أصلي والفرعي، أو يمكن اختيار تايتل أند كونتنت اللي هي إعطاء عنوان، ويمكن أن نستخدم تيبل أو بيكتشر أو فيديو أو أوديو أو تشارت، يمكن إضافته بالإضافة إلى تكست. شريحة أخرى يمكن أن نستخدم نوع آخر اللي هو فقط تايتل موجود في الصفحة أو الشريحة، وكما يمكن أن نستخدم تايتل رئيسي بالإضافة إلى محتويين، يمكن أن يكون تكست وفيديو أو تكست شارت وهكذا حسب نوع الشريحة واستخدامها. وهناك عدة طرق، إلا أن الطريقة المثلى هو اختيار شريحة فارغة ويتم نلغي أو تصميم كل الأشياء اللي موجودة عليها، وتعتمد حسب الاختيار. تبويب فونت اللي هو التحكم بالتكست المكتوب والتحكم بالباراجراف، تم التعامل معها في برنامج وورد، كما أنه يمكن اختيار إضافة الأشكال اللي يمكن أن أضيف عدة أشكال، ومن ثم يتم ترتيبها للأمام أو للخلف بحيث يكون الشكل مرتي. يمكن إضافة نجمة وكذلك إضافة مثلث تغيير لونه واختيار لون آخر مثل الآخر وكذلك اختيار شكل جديد شيب مثلا. تم اختيار سهم الدراجة ومثل ما أيضا تغيير لونه.
أو فقرة الرينج. لاحظ السهم أمام النجمة، فإذا نذهب في إلى الخلف رينج تو بار، تم إضافة السهم إلى الخلف، أو مثلا المثلث أيضا يكون خلف هذه الإشكال، يتم اختيار رينج تو بار لترتيبه إلى خلف الأشكال. فإذا هناك إضافة الشيء، وبالإضافة إلى الأرنج للتعديل عليها. كما تعاملنا مع قائمة الفونت والريبليس والسلم الموجودة أيضا في برنامج الوورد. يتم الدخول إلى قائمة الإنسر، وفيها إدراج تيبل وبيكتشر كليب وآرت سكرين شوت فوتو ألبوم، وأيضا إضافة الشارت اللينك ديت أون تايم تكست بوك وورد آرت نص الفني و نمبر سلايد، بالإضافة إلى الكوليجن والسيمبل. الجديد هنا هو إضافة فيديو وأوديو. من قائمة الإنسات استخدام فوتو ألبوم واختياره، يتم اختيار مجموعة من الصور من خلال تحديد مكان الصور اللي موجودة، يتم اختيارها. مثلا صور موجودة لدينا، يتم فتح الفولدر ومن ثم اختيار صور للأثاث، يتم اختيارها عن طريق الكنترول والضغط على الصورة واختيار مجموعة من الصور لإنشاءها كألبوم، يتم اختيارها. بعد الاختيار يتم الضغط على مفتاح الانسرت، Insert، ومن ثم Create. راح ينشأ هذا الألبوم، ويتم إضافة عنوان لهذا الألبوم، مثلا الأثاث الحديث. أنشئ لدينا ألبوم باسم الأثاث الحديث، تم التخلص من السبتايتل والعنوان، راح يتم تكبيره، تغيير بنوع الخط، حجمه ولونه، أيضا تغيير لونه، أيضا بولد وإيتاليك. تم تحديد عنوان الألبوم، ومن ثم عن طريق العرض من الصور اللي تم إدراجها، وعن طريق العرض راح يتم عرض الصور اللي موجودة في الألبوم. بعد إضافة الفوتو ألبوم يتم إضافة شريحة جديدة في نهاية المستند مثلا، ومن ثم من قائمة الإنسر اختيار الفيديو المناسب بعد تحديد مكانه، ومن ثم اختيار إنسر، يتم إضافة الفيديو
وعن طريق شريط بلاي باك تم فتحه، ومن ثم تحديد هل الفيديو يقوم بعرض أو بالعرض عن طريق تحديد الأوتوماتيكلي يتم عرض الفيديو. تم اختياره، ومن ثم نلاحظ العرض. فبمجرد ما ينتقل إلى الشريحة الثانية، تم عرض الفيديو على في حالة الحاجة إذا نظرت أوديو من قائمة الإنسات نذهب إلى أوديو ونختار الأوديو أو الصوت الموجود أو الأغنية في أي مكان، فيتم اختيار مثلا من My Document Music، ومن Music نختار Sleep Away Music، ونختار الانسرت. تم إضافة الصوت في هذه الشريحة. هذا هو الصوت الذي تم إضافته في هذه الشريحة. سوف يظهر لنا شريط بلاي باك للتعامل مع الصوت. في حالة التشغيل بلاي، بعد إضافة الصوت يتم في حالة لوب يستمر العرض استمرار العرض، أو طريقة تشغيل الصوت يكون أوتوماتيك أو أون كليك أثناء الضغط على السماعة الموجودة، أو بلاي كروس لايف أيضا يكون أجر السلايدات. في حالة إخفاء السماعة الموجودة يتم الضغط على هايد، فأثناء العرض ما راح تكون شكلها موجود. الفوليوم اللي هو الصوت، هل هو لو عالي أو ميديوم أو هايد أو كتم الصوت. في حالة الفيد إن يتم التحكم في الوقت، الصوت هنا يتم التحكم به في إن الدخول مرتاح خلال وقت والخروج أيضا خلال وقت. تم الأوديو في حالة اختصاص، هاد بوك مارك إضافة علامة وكلي للتشغيل. فإذا استخدمنا أوتوماتيكلي فطريقة العرض راح تكون بس مجرد ما يتم تشغيله راح يظهر الصوت اللي تم اختياره. والآن حاول إدراج شريحة جديدة نوع title and content، حيث يدرج فيها العنوان مع المحتوى سواء كان جدول أو صورة أو نص أو فيديو إلى آخره من المحتويات. حاول رسم شكل A، ومن ثم ترتيبه باستخدام الـ Arrange، وترتيبه في الشكل B. لإنشاء ألبوم، كون ألبوم لإذن ميلاد طفل أو حفل تخرج أو سفرة إلى آخره من المناسبات، وحاول أن تدرج الصور التي التقطت أثناء الحفل وتعطي الألبوم عنوان، واعمل على عرض الصور في هذا الألبوم.
أضف في نهاية الألبوم فيديو أيضا خاص بالمناسبة تم خزنه ويكون تشغيله أوتوماتيكي. إضافة أغنية أو موسيقى تليق وتتناسب مع صور الألبوم من بداية المستند وتكون متكررة إلى نهاية العرض. وشكرا لإصغائكم.